بلغني أنه في لندن مكان يزار كثيراً كتب على مدخله كهف العدالة. هذا المكان تخليد لهذا الصحابي الجليل سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان كما يصفه بعضهم بأنه عملاق الإسلام. هذا الصحابي ينفرد من بين الصحابة بتفوق في رحمته وفي عدله، كان في أعلى درجات الورع. لذلك مرة جاءه رسول عامله على أذربيجان، دخل إلى المسجد ولم يرغب أن يطرق بابه ليلاً. هو في المسجد استمع إلى إنسان يبكي ويقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له هذا الزائر من بلاد بعيدة من أذربيجان: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. هذا الصحابي الجليل كان مع أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف يتفقد شؤون المدينة ليلاً، رأى قافلة قد حطت ركابها في ظاهر المدينة، فقال لسيدنا عبد الرحمن: تعال يا عبد الرحمن نحرس هذه القافلة. أمير المؤمنين، بكى طفل صغير في إحدى الخيام، فقال لأمه: أرضعيه، يعني رحمة به. يبدو بكى طويلاً ولم تستجب له أمه، فقام إلى الخيمة وقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى فغضب، كان عصبي المزاج، قال: أرضعيه. فغضبت المرأة، قالت له: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام. تروي الروايات أنه ضرب جبهته وقال كلمة صعق لها، قال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. سبحان الله. ثم أصدر أمراً جديداً بجعل التعويض العائلي مع الولادة لا مع الفطام. فلما صلى الفجر في المسجد ما سمع الصحابة صوته بالقرآن من شدة بكائه، وكان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. اللهم ارحم صحابة رسول الله. هذا العملاق كان يقول: والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يعني.